يا رب تكونوا بخير. ده حل كتاب الامتحان للأسئلة على درس الدعامة في النبات. عندنا الدعامة في النبات اتكلمنا على الدعامة الفسيولوجية والدعامة التركيبية. عندنا أول سؤال بيقول لك في الشكل المقابل إذا كانت سين تشير إلى تركيز الأملاح في محلول الترب، يبقى سين دي هكتب عليها تربة. أنا عايزك تفصص الرسمة كده، تعلم إزاي تحل السؤال. تركيز، أما صاد تشير تركيز العصير الخلوي للشعيرة الجذرية، يبقى دي شعيرة جذرية، دي شعيرة جذرية، يعني دي الجزء بتاعت النبات. طبعا انت عارف الشعيرة الجذرية دي بتبقى طالعة من خلايا، لو عايزين نعملها كده بشكل كويس، ادي الشعيرة، خلايا البشرة بتاعت الجذر اهي، وراها خلايا القشرة بتاعت الجذر، فدي الشعيرة الجذرية. خلاص، طيب دلوقتي انا مديني في الرسم ان المربعات دي املاح، اما الدوريات دي هي المية. ترى المية اكتر فين؟ شايف الدوريات الزرقاء دي كتير هنا، يبقى هنا سين التربة فيها مية كتير، فاكيد المية هتمشي من مكان كتير للقليل، فهتروح ناحية صاد. يبقى كده الشعيرة الجذرية هتتملي مية ولا هتفضى؟ يعني النبات هيكتسب دعامة ولا هيفقدها؟ لا، النبات كده المية هتروح له وهيكتسب دعامة. ده انا عرفت من الميه. ممكن ابص، مش هنا في املاح كتير، المربعات الحمراء كتير، فالاملاح بتسحب الميه ناحيتها، تشفط الميه تدخل جوه النبات، فالنبات يتملي الميه فيكتسب دعامه، فده الاختيار د، يكتسب النبات دعامه. سهله جدا، فسر الرسمه وهتلاقي نفسك بتحل بسهوله. عندنا السؤال التاني، تم ري 3 نباتات متماثله بمحاليل مختلفه، 3 نباتات شبه بعض، زقوهم محاليل مختلفه. طبعا انت اكيد ما بتروحش تزق النبات ميه مالحه، لان لو زقت النبات ميه مالحه من ميه البحر النبات هيخسر ميته، تطلع الميه منه وتطلع بره فبيفقد. فاكرين لما قلنا لو رميت الخليه في نيل او رميتها في بحر، رميتها في النيل هتشرب، رميتها في ميه مالحه او بحر هترجع، يعني هتفقد ميتها. المهم تعالى نشوف. تم رأي 3 نباتات متماثلة بمحاليل مختلفة التركيز الاسموزي. كلمة الاسموزي يعني وجود الاملاح والذائبات، يعني سكر او املاح. وسجلت النتائج بعد الري كما بالرسم البياني المقابل، في ضوء ذلك حدد، تعالى، اي النباتات فقدت الدعامه واي النباتات اكتسبت الدعامه. الاخضر ده قبل العمليه، كلهم كانوا نفس الحاجه قبل العمليه. لاحظ ان عين النبات كتلته، بص هنا معدل الكتله قلت، يعني ده فقد ولا اكتسب ميه؟ لما كتلته قلت يبقى فقد. طيب ده زي ما هو ما اتغيرش، اما ده زادت كتلته يعني اكتسب، يبقى اكتسب اكتساب. كده انا عرفت من الرسمه، يبقى عين فقد، سين اكتسب، صاد ما عملش اي حاجه. اي الـ 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 الاشكال هي اللي فقدت، احنا قلنا فقد عين، خلاص مين اللي اكتسب؟ قلنا سين. فسرت الرسمه، جيت احل لقيت نفسي حليت كويس. طيب يا سيدي بص على سؤال رقم 3، تم فصل خليتين من نبات البصل، احداهما من بشره الجذر، من بشرة الجذر، والأخرى من بشرة ورقة. إيه الفرق بين البشرة بتاعت الجذر وبشرة الورقة؟ البشرة بتاعت الجذر مش عليها كيوتين، البشرة بتاعت الورقة عليها كيوتين، بس دي بيقول لك ورقة داخلية، بشرة ورقة داخلية، ما علينا. وتم وضع كل منهما في محلولين متساويان في التركيز. أنا عايز يقول لك إن دي خلية مش في البشرة فوق، مش عارف، مش هيبقى عليها كيوتين، ما علينا يعني. وتم وضع منهما في محلولين متساويين، حطينا الخليتين في محلولين قد بعض كل على حدة لفترة زمنية متساوية، فكانت النتيجة كمان بالشكل. طيب هما حطوه في محلولين انا معرفش عنهم حاجة. طيب يا ترى دي حصل لها اكتساب مية ولا اتملت، يعني انتفخت ولا انكمشت؟ الواضح ان الفجوة مليانة، هي انتفخت، يبقى دي كسبت صح، لكن دي بدأت الفجوة تنكمش وتلم على نفسها، فدي فقدت فقدان، خلاص يعني دي اكتساب. طيب تفتكر بقى هي اللي اكتسبت دي، انت كنت راميها في ميه عذبه ولا ميه مالحه؟ يعني في نيل ولا في بحر؟ لا، دي بما ان هي اكتسبت يبقى دي اترمت في نيل، يبقى محلول اللي انا رميتها فيه كان تركيزه اقل. طب لكن دي لما فقدت يبقى انا اكيد رميتها في بحر. تعال نشوف الاختيارات، بيقول لي ايه هنا؟ اسموزيه الفجوه العصريه للخليه 1، اوكي، خليه 1 دي املاحها، كلمه اسموزيه يعني املاحها وذائبتها، يعني اكبر من اسموزيه الفجوه العصريه للخليه 2. اها، طيب هو مين اللي بيكسب؟ مين اللي كان عنده املاح اكتر؟ اكيد اللي سحب ميه اكتر. هو مين اللي سحب ميه اكتر، 1 ولا 2؟ ما هو بص هتلاقي 1 مليانه ميه، يبقى دي كانت الاملاح فيها كتيره فهي قدرت تسحب الميه، فدي اسموزيتها اكتر من اختها اللي جنبها، خلاص. فاسموزيه 1 دي في الفجوه بتاعته اكبر من اسموزيه الفجوه 2، فدي صح. هل اسموزيه الفجوه العصريه للخليتين اكبر من اسموزيه المحلول؟ لو كان الاثنين اكبر من المحلول كنت لقيت الاثنين انتفخوا، لكن في واحده انتفخت وفي واحده انكمشت، فدي غلط. اسموزيه الفجوه العصريه للاثنين اكبر من 1، لو دي كانت اسموزيتها اعلى من 1 كان دي اللي انتفخت مش 1 اللي انتفخت، فدي غلط.
اسمه زيت الفجوة العصارية الخلية، واحد تساوي اتنين، ما لو كانوا متساويين كانوا الاتنين بقوا انتفخوا او انكمشوا وبقوا زي بعض مش اختلفوا عن بعض. هذا سؤال مهم. السؤال اللي جاي ده لذيذ، بيقول لك قطعة بطاطس، قطعة بطاطس وزنها سين جرام، تم وضعها في ماء مقطر، حطيتها في ماء مقطرة لمدة 30 دقيقة فأصبح وزنها صاد، ثم نقلت بعد ذلك المحلول السكري، يعني انت حطيتها في بحر، هنا كلمة محلول سكري يعني محلول مركز، يعني ده بحر، أكيد صاد دي هتقل، هتبدأ تقل، صاد دي المفروض تقل بعد ما تحطها انت في المحلول السكري، وزنت المرة الثالثة فكانت وزنها عين، يعني الوزن عين ده بعد ما اتحطت في صاد يبقى ده المفروض أقل من صاد، فأنا بدور على عين يكون أقل من صاد، بدور على عين يكون أقل من صاد، هنا عين أقل من صاد غلط، عين قد صاد غلط، عين أقل من صاد دي صح، عين أكبر من صاد غلط. والله أنا كده حليت السؤال خلاص بكل بساطة، مش أنت حطيت صاد دي بعد ما أنت نفختها في المياه المقطرة كبرتها ورجعت حطيتها في عين محلول مركز هيحصل، حطيتها في صاد سوري الخلية لما أنت حطيتها في سين، الخلية سين دي حطيتها في مياه مقطرة بقت صاد، يعني كبرت صاد دي بقت كبيرة، فأنت خدت صاد الكبيرة دي خلاص وهتروح تحطها في محلول مركز اللي هو السكري، المفروض ان حجمها يقل، حجمها قليل دي اسمها عين، فعين دي اقل من صاد، من صاد في الوزن، من صاد، دور على عين اهي اقل من صاد في الوزن، ما لقيتش غير اختيار جيم، ده طريقه حل. طريقه تانية نمسح كل ده ونتعامل مع السؤال ببدائيه. السؤال بيقول لك ايه، انا عندي قطعه بطاطس وزنها سين اهي، كلهم كان خمسة، وديتها في ميه مقطره يعني ميه عذبه، هتشرب ولا ترجع؟ لا تشرب، تشرب يعني تنتفخ يعني وزنها يزيد، دور على صاد وزنها زايد عن الخمسه، دي مش هتنفع، دي مش هتنفع عشان زي ما هي، ودي مش هتنفع عشان زي ما هي، يبقى الاختيار جيم بقى اهو، شفتوا كذا طريقه خلاص. فالمفروض ان صاد دي كبرت، طب بعد كده صاد دي انت تحطها في محل المركز فوزنها يقل، يقل خلاص. شكرا. أيما ما يلعب الدور الأساسي لاستقامة ساق نبات النعناع، استقامة ساق يعني دخول ماء بالخاصية اسمه زي الفجوة العصارية، ما سبب انتفاخ خلايا النبات عند الري بالماء؟ ليه الخلايا انتفخت لما ريتها من الماء دخول الماء بالخاصية الاسموزية؟ كلام سهل جدا. طيب تعالوا نشوف الاختيارات، الأسئلة اللي أنت طلبتها الأول، طلبت سؤال رقم 10، تعالوا نحله. إذا علمت أن ضغط الامتلاء اللي هو الماء اللي دخلت في الخلية النباتية وضغط يدفع الغشاء البلازمي نحو جدار الخلية بتتميلي بتزق الغشاء لبره تحت تأثير الخاصية الاسموزية، في ضوء ذلك أي مما اللي يعد المؤثر الأساسي في حدوث ضغط الامتلاء، هو إيه اللي بيخلي المية تدخل وتملأ وجود الفجوة اللي مليانة ذائبات؟ اتنين، أي الاختيارات بالجدول التالي يعبر عن تركيز العصير الخلوي في خلية لجذر نبات واتجاه حركة الماء تحت تأثير الخاصية الاسموزية للحفاظ على ضغط الامتلاء؟ انت عايز تحافظ على ضغط الامتلاء يبقى انت عايز دخول ميه، دخول ميه للخليه ده يتطلب ان الفجوه بتاعتها يبقى فيها املاح عاليه، تركيز الذائبات او الاملاح والسكريات فيها عالي. طيب والميه تبقى ايه؟ انت عايز ضغط الامتلاء يبقى داخله جوه الخليه ولا خارجه من الخليه؟ لا داخله جوه الخليه، يبقى انا محتاج تركيز العصير عالي، يبقى انا عندي الاختيار الف او ب وشطبت ج ودال. عايز الميه انت تحافظ، عايز ضغط الامتلاء الخليه يبقى الميه تدخل ولا ليها ولا تخرج منها؟ تدخل ليها، يبقى الى داخل الخليه، يبقى تركيز عالي الى داخل الخليه يبقى الاختيار ب. يا شباب سهله اهي، بنفكر. سؤال 11، اي العمليات التاليه تؤثر على الدعامه، احنا بنسجل، الفسيولوجيه بشكل مباشر؟ طيب النتح بيأثر، البناء الضوئي بيأثر، النتح والامتصاص بيأثر، عملية النقل النشط دي ملهاش علاقة، البناء الضوئي، طب دي كلمة واختيار واحد، ده اختيار واحد، ده اختيارين. طيب بشكل مباشر البناء الضوئي يا شباب ما بيأثرش بشكل مباشر، مش بشكل مباشر، لأن البناء الضوئي ده عملية بتبني الجلوكوز، الجلوكوز يدخل جوه الفجوة، في الفجوة دي تخلي التركيز الأملاحي يبقى عالي أو الذائبات عالي فتسحب مية، يبقى دي بغير مباشر، بطريقة غير مباشرة. طيب هل النتح فقط؟ لا، النتح والامتصاص وبيأثروا بطريقه مباشره، لان النتح بيفقدك الميه والامتصاص بيرجع لك الميه بطريقه مباشره اهي. سؤال 12 لذيذ جدا، اذا علمت ان الاميبا من الاوليات الحيوانيه التي تعيش في المياه العذبه، يا ده كده هي في ميه نيل يعني المفروض تشرب ميه كتير لحد ما تتملي، ولكنها تتخلص من الماء الزاد عن حاجتها بواسطه فجوات، ربنا خلق لها طريقه تخرج الميه الزياده، زي ما انت بتشرب ميه كتير مثلا وتلاقي بتطلع بول كتير فجسمك مش بيخزن الميه، فعند وضع خليه نباتيه
ادي اول خليه، واميبا اللي بتقدر تتخلص من الميه، وخليه دم حمراء. خليه الدم الحمراء دي خليه حيوانيه، لا يوجد بها جدار يحميها، فهي ما عندهاش غير غشاء. عندك 3 خلايا. الخلايا النباتيه لما بتحطها في محلول ماء مقطر بتشرب، فتنفجر ولا تمتلئ ولا تنكمش؟ لا يا باشا، تنتفخ. انا كده جاوبت اول سؤال، دي غلط ودي غلط ودي غلط، كده انا خلصت الاجابه من غير ما ابص في الاختيارات. طيب، هل الاميبا تنتفخ ولا تنكمش؟ اولا الاميبا حاططها في ميه عذبه، المفروض تشرب وتنتفخ، ولكنها بتخلص نفسها من الميه الزايده بالجمله اللي قالها دي، تتخلص من الماء الزائد، فهي لا تتاثر لان عندها مخرج للميه اللي هتبلعها. خلية الدم الحمراء دي بما ان هي لا يوجد لها جدار خلوي فهي تنفجر لما تحطها في ميه وتشرب ميه كتير فتنفجر. خلاص؟ جميل السؤال ده. الخلايا الحيوانيه تنفجر، الخلايا النباتيه لا تنفجر لوجود الغشاء البلازمي. طلبت سؤال رقم كام كمان؟ طلبت سؤال 14، سؤال 14 ده لذيذ كمان. بيقول لي تم وضع خليه نباتيه تركيز فجوتها العصاريه 8 من 10 في محلول ذو تركيز غير معروف. بقى 8 من 10 خلي بالكم. اتحطت في محلول انا معرفش تركيزه. فحدث لك موضح بالشكل المقابل، ايه رايك في الخليه؟ هل الخليه لما اتحطت في المحلول ده انتفخت ولا انكمشت؟ بص على منظر الغشاء تلاقيه متجعر متجعد كده، معنى ذلك ان بدا الغشاء ينكمش. احنا لو كانت انتفخت كان الغشاء ده اتشد. فمعنى ذلك انت هي الخليه رجعت هنا، فقدت. يبقى انت حطيتها في ماء بحر ولا نيل؟ في بحر ولا نيل؟ لا والله، بما ان هي فقدت ميتها يبقى حطيتها في بحر. ايه البحر بالنسبه لل 8 من 10؟ اكيد حاجه اعلى من 8 من 10. 2 من 10 دي اقل، 6 من 10 اقل، 8 من 10 قدها، الثلاثه اكتر من 8 من 10. خلي بالك دي 3 مش 3 من 10، 3 ده بحر كبير، ده بحر مالح جدا، تركيز الاملاح 3 وانت حطيت خليه 8 من 10، فانت كانك رميتها في بحر. فالخليه عيني بتعمل ايه؟ بترجع تفقد الميه. خلاص، فالاجابه دال. ماشي، ده سؤال 14. سؤال 17 ماشي، يقول تم اجراء تجربه على شرائح من البطاطس ذات احجام متماثله، وضعت في 6 محاليل سكروز مختلفه التركيز سين صاد عين لام ميم هي واو، وتركت لمده 2 ساعة وتم تمثيل النتائج كما بالشكل. قبل ما ابص، اولا الاخضر ده اللي هو القطعه اللي انت حاططها او البطاطس اللي انت حاططها، تعال نشوف حصل لها ايه في كل مره اتحطت في محلول. في المحلول سين فقدت الميه، فاكيد هنا فقدان، تعال نصغر الخط، ده فقدان. هنا لم تتأثر، يعني حطيتها في نفس التركيز. هنا انا حطيتها في بحر، هنا نفس، هنا ايه اللي حصل للكتلة؟ حجم الشريحة زادت، فمعنى ذلك هي شربت مية. هنا انتفخت، فمعنى ذلك انا حطيتها في نيل في مية عذبة. هنا انتفخت بدرجة اقل، هنا فقدت، هنا انتفخت. طيب مين اعلى واحدة حجما؟ هي دي، دي اعلى واحدة حجما، ده انت حطيتها في مية نيل قوي قوي بدليل ان هي شربت كتير. تعال نشوف اي المحاليل هي الاقل تركيزا. يعني ايه الاقل تركيزا؟ يعني مليانة مية ولا املاح؟ لا، اقل تركيزا يعني فيها مية، يبقى اكيد اللي فيها الخلية شربت لما بطنها اتملت. فمين اكتر واحدة اتملت فيها البطاطس؟ هي عين. معنى ذلك انت رميتها في نيل اهو، حتى احنا قايلين نيل، يبقى مين الاقل تركيزا؟ يعني مين النيل قوي فيهم؟ النيل قوي عين. خلاص، بدليل اهو، امسك كده هتلاقي ان حجم الشريحة هنا اعلى حاجة. خلينا نجيب لون تاني. طيب، اي المحاليل تركيز يماثل تركيز العصير الخلوي الداخلي؟ يبقى اكيد دي ما اتغيرتش. ما اتغيرتش فين يا ابوي؟ ما اتغيرتش في صاد يا عم الحاج، ما اتغيرتش في مين؟ في صاد اهي. اهي زي بعض. خلاص، تعالى نشوف هنا اي المحاليل هي الاعلى تركيزا. اكيد الاعلى تركيزا اللي رميت فيها شريحه البطاطس، هتلاقي شريحه البطاطس فقدت ميه كتير جدا، فقدت ميه كتير جدا، فقدت عندك في اهي، وفقدت في صاد. مين الفقده فيها ميه كتير؟ ده بص، دي كانت هنا نزلت جت هنا تحت، يبقى اكيد سين فقدت اكتر واحده. فين سين؟ اهي سين. اي مما يلي يوضح الترتيب التصاعدي لتركيز المحلول؟ تركيب تصاعد يعني من الاقل تركيزا، يعني المخفف قوي للاعلى. فمين المخفف قوي اللي عندنا؟ يعني في ميه كتير، يعني حجم البطاطس فيه عالي، دي اعلى حجم، وده بعدها وده بعدها وده بعدها وده بعدها. يعني ايه تركيز من تصاعدي؟ يعني ايه تصاعدي؟ يعني من تركيز قليل لتركيز عالي. التركيز القليل ده يعني كان نيل. خلاص، تركيز عالي ده بحر قوي. مين اكتر واحده نيل؟ اهي عين، يعني عندها ميه كتير بدليل الشريحه انتفخت.
فعين، مين بعد عين؟ واو. مين بعد واو؟ لام. مين بعد لام؟ صاد. مين بعد صاد؟ سين. يبقى عين واو لام صاد في ه. فين ه؟ ه ه دي قبل سين، ه ه قبل سين. خلاص ده الاختيار، هتلاقوه الاختيار جيم. لا مش سوري، مش دي، مش دي، مش دي يا بوي، مش دي، دي 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 ايه جيم. ماشي يا شباب، طلبت سؤال 20 كمان، تعالوا نحله. وضعت خلية نباتية في محلول سكري مركز، حطيتها في مركز يعني بحر، يبقى كده فقدان يعني الغشاء ينكمش. طيب الخلية دي، اولا الخلية ماشية كده، فانا عايز الخلية منكمشة عشان فقط. ينفع دي اقول عليها منكمشة؟ غلط. ينفع دي اقول عليها منكمشة؟ غلط. فدي منكمشة ودي منكمشة، تعال نشوف مين ينفع، الف ولا جيم. الخلية كانت محطوطة، المفروض بتنكمش مع الوقت، دي كانت كبيرة اهي، بص كانت قد ايه، صغرت شوية، المية بدأت تفقدها، بدأت تفقد خالص فتقل، فده ترتيب كبير، قلت قلت. لكن بص هنا كانت مربعة، حسيت ان هي الفجوة هنا كبرت، هنا كبرت شوية وبعدين رجعت صغرت، ده مش منطقي. المفروض هنا دي اعلى واحدة، بعدين تصغر شوية، بعدين تصغر شوية، فدي معكوسة، كبيرة صغر، صغيرة كبيرة صغيرة، فده مش منطقي، فده غلط. فالاجابة الوحيدة اللي هتنفع هي كانت جيم. خلاص ده سؤال مهم، طبعا جزء النبات انا علمتكم، هجاوب معاكم الاسماء بتاعت الخليه وانتوا هتعرفوا. خليه جدارها رفيع اهي، رفيع رفيع، فدي خلايا برانشيميه، برانشيميه. دي خليه غير منتظمه الشكل، واحده كبيره واحده صغيره، وفي ما بينهم ماده اللي هي السليلوز مترسبه على جدر الخلايا. هنا اعرف الشكل غير منتظم الشكل، يبقى دي خلايا كولانشيميه، كولانشيميه. اما دي خلايا برانشيميه بس فين؟ في البشره، بدليل ان في كيوتين فوقيها اهو، كيوتين. اما الخلايا اللي فيها اتنين جدار وشكلها سداسي كده ومعمولة الشرط دي فيها، دي خلايا اسكلرانشيمية. خلاص ادي جاوبت دول. يلا خلية جدارها رفيع، جدارها رفيع ومفيش مواد مترسبة في الارضية، دي بارانشيمية، بارانشيمية. خلايا حجمها مختلف احجام كده، وبص كده كده، غير دول تحس ان دول حجمهم منتظم، دول منتظمين الشكل، لكن دول مختلفين، فدي كولان شيمية. اما دي اسكلران شيمية بتاعت الجنين، دي مهمة كمان عرفوا هنا السؤال الاسكى بقى، دي الخلايا الكولان شيمية، سوري دي خلايا البارن شيمية، لان جدارها رفيع وفيها نواة وفجوة، دي الفجوة البيضة هي، شايفين النواة الفجوة، فدي خلايا بارن شيمية، دي المفروض فيها فجوات، بس هنا ساعات بيرسم لك رسمه ما يبينلكش التركيب اللي جوه، لكن هنا دي واحده صغيره ودي واحده كبيره، دي واحده صغيره وواحده كبيره، فدي الخلايا غير منتظمه الشكل الكولانشيميه. وراجعوا المحاضره بتاعه الحل بتاعه الملزمه عشان شرحت فيها البارانشيميه الكولانشيميه الاسكلرانشيميه. اما دي خلايا ليها جدار سداسي وفيها فجوات كبيره، وده جدار سليلوزي واضح وشكلها سداسي، فدي خلايا كولانشيميه ايضا، دي خلايا كولانشيميه. هتقولي ليه مش برانشيميه؟ جدارها سميك شويه. طب هتقولي ليه مش سكلرانشيميه؟ دي جواها فجوه يا عم اهو، نواه وبلاستيدات، فدي ما ينفعش غير تبقى كولانشيميه، يبقى دي كولانشيميه ودي كولانشيميه ودي برانشيميه. خلاص؟ عشان في ناس هتقول برانشيميه كولانشيميه سكلرانشيميه، لا يا عم دي مش سكلرانشيميه، دي كولانشيميه برضو. اوكي؟ ده سؤال تاني. اولا دي كلنا عارفينها البرانشيميه، ودي الكولانشيميه. اما دي حاجه فيها اسكلرانشيميه، عارفين انتوا اوعيه الخشب واللحاء، فده وعاء خشبي خلاص، فدي اوعيه الخشب واللحاء بتبقى من ضمن الاشكال بتاعتهم دي، بيبقى فيها خلايا اسكلرانشيميه. خلاص اعرفها كده بالحب بالشكل، يعني مش مطلوب منك تعرف اشكال الخشب واللحاء الزمنيه دي، اعرفها بس بالشكل. خلاص دي اهم النقط اللي انا كنت عايز اتكلم معاكم فيها في الفيديو ده، لو في حد معاه سؤال واقف معاه هيبعتهولي. طبعا هنا في امور بتاثر، تعالوا نحل السؤال ده. سؤال رقم 30 بيكلمك على تاثير العوامل في العوامل الفسيولوجيه. الجدول التالي يتضمن اربع نباتات سين صاد عين لام متماثله في الحجم، ثم تم ريها بكميات متساويه من الماء، ريتها بنفس كميه الماء وضعت في نفس الظروف، يعني نفس الماء ونفس الظروف. الفرق ايه هنا بقى؟ ادرس ثم اي نباتات اكثر مقاومه للجفاف. معنى ذلك اكثر مقاومه للجفاف، اكيد ده عنده شعيرات جذريه كتير، اكيد عنده سمك طبقه الكيتين في البشره كتير عشان يقلل فقد الميه، اكيد عدد الصغور اللي بتخرج الميه منه وتخسره الميه تبقى قليل، اكيد عدد الاوراق اللي بتتعرض للشمس وبتحصل النتح فيها قليل. دور على الورق، ورق قليل وعدد صغور قليل،
ماشي، 15 10 8 20، دي أقل واحدة. عدد الصور 100 150 280، واضح إن في إيه، في اختلافات. طب تعالى ندور على سمك الكيوتين عالي، هي مين أعلى واحدة في الكيوتين دي، أعلى سمك في الكيوتين دي، ماشي أوكي. مين عدد الشعيرات الجذرية فيها كتير، دي ودي، دي تكسب خلاص، دي كسبت هنا ودي كسبت هنا. طيب عدد الصغور في كل ورقة 150 180، المفروض دي تكسب كده، دي كسبت مرة. عدد الأوراق في مين أنا عايزه قليل، 15 10 8، دي كسبت مرة. طب دي كسبت مرة ودي كسبت مرة ودي كسبت هنا وكسبت هنا خلاص، فدي تكسب. ليه؟ تعالى نتأكد بقى، النبات صاد هو اللي يكسب. أقول لك ليه، نبات صاد عنده 4000 شعيرة جذرية بتمتصله مية، وعنده سمك الكيوتين بتاعه 1 ملي، هو عنده الصغور 150، ولكن عدد الأوراق بتاعه، عدد الأوراق بتاعه 10، قليلة مش كتيرة، والثغور فيها 150، فده أقل نبات ممكن يفقد مية، فهو أكثر نبات مقاوم للجفاف خلاص. إيه عارفين دي اللي أنت بتختار أفضل واحد، كلهم لازم تقعد تحلل كده، تقول دي كسبت دي كسبت دي كسبت دي كسبت، الباقي خسر، في مين كسب أكتر، النبات صوت كسب مرتين وهكذا. Good luck يا شباب.